الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجامعة الجزائرية بفعل جائحة كورونا لم تمنع الطلبة من تقديم أعمال راقية تحترم مختلف الجوانب الشكلية والمنهجية والعلمية، وهذا خلال مذكرات التخرج. نسيمة مدور تنقلت إلى معهد الطيران كعينة وحضرت مناقشة لمذكرة ماستر تحت عنوان تصميم خطي متعدد المتغيرات لهيكل مرن، وأعدت التقرير التالي. دعما وتعزيزا لاستعمال اللغة الإنجليزية كلغة بحث وعلم في المؤسسات الجامعية، تم على مستوى معهد الطيران لجامعة البليدة 1 مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الطالبان إسحاق عنان وبالمحجوب سيد علي، حيث قام الطالبان من خلال هذه المذكرة بالبحث في مجال الأقمار الصناعية والدراسات الفضائية. اختيار اللغة الإنجليزية لمناقشة هذه المذكرة لم يكن اعتباطياً بل كان اختياري، وهذا يعود لما تتوفر عليه مكتبة المعهد من مراجع باللغة الإنجليزية من جهة، وحب الطالبان للبحث بهذه اللغة العالمية من جهة أخرى. للإشارة، فقد تم مناقشة مذكرة الماستر في ظل جائحة كورونا باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة. Please, beautiful.